بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمحاضرات الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. مجالس شهر رمضان الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا شك أن شهر رمضان شهر يفرح به المؤمن، ولماذا لا يفرح؟ وهو شهر كله خيرات وبركات وطاعات، والمؤمن بحاجة إلى الأعمال الصالحة وبحاجة إلى ما يدخله الجنة وينجيه من النار. والمؤمن لا يخلو من سيئات ومن خطايا ومن ذنوب، فيكفر الله في هذا الشهر عنه جميع ذنوبه وخطاياه إذا تاب واستغفر وأناب إلى الله عز وجل. وكيف لا يفرح به المؤمن وهو شهر خزينة عظيمة في عمره؟ لأن الأيام خزائن يودع فيها الناس أعمالهم، وأعظم خزينة يودع المؤمن فيها أعماله هو هذا الشهر الذي جعل الله صيامه فرضا على الأمة وركنا من أركان الإسلام. فتخصيص هذا الشهر بهذا الركن العظيم من أركان الإسلام دليل على فضل هذا الشهر ومكانته عند الله عز وجل، حيث خصه بإنزال القرآن فيه، فقال سبحانه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. شهر رمضان خص أيضا بقيام لياليه بصلاة التراويح والتهجد أكثر من غيره، فهو شهر سن النبي صلى الله عليه وسلم لأمته قيامه، فقال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال عليه الصلاة والسلام: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. قال عليه الصلاة والسلام: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذه خيرات عظيمة يغتنمها المسلم. ربما يكون المسلم قبل دخول رمضان منشغلا بأمور الدنيا وطلب الرزق، ولا يلام بطلب الرزق، لكن الانشغال الكثير عن ذكر الله والانشغال عن طاعة الله هذا هو المذموم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. إن كان الإنسان يكون له أموال ويكون له تجارة وبيع وشراء وطلب رزق، لكن لا يغفل عن ذكر الله عز وجل، يذكر الله في أي مكان بالتسبيح والتهليل والتكبير والاستغفار والتوبة. وأعظم ذكر لله أنه إذا حانت الصلاة المفروضة يأتي إلى المسجد ويؤديها مع الجماعة ثم يرجع إلى عمله. قال سبحانه وتعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه سبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار يجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. فالمسلم لا يغفل عن ذكر الله ولا يتشاغل ويتهاون بأداء الفرائض في أوقاتها مع الجماعة، فإنها هي رأس ماله وهي رأس عمله، وأول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة من أعماله صلاته، فإن قبلت قبل سائر عمله وإن ردت رد سائر عمله، لأنها عمود الإسلام. فيحافظ المسلم على صلاته مع الجماعة ويرتاد المساجد اليوم والليلة 5 مرات ذهابا وإيابا، تكتب له خطواته ذاهبا إلى المسجد وراجعا منه، كل خطوة يرفع له بها درجة وتحط عنه بها خطيئة، وجلوسه في المسجد لانتظار الصلاة صلاة، يكتب له أجر المصلي وهو جالس، يكتب له أجر المصلي إذا كان ينتظر الصلاة والملائكة تستغفر له. فكيف المسلم يغفل
فهناك عبادات ولله الحمد تتكرر في اليوم والليلة 5 مرات في كل السنة، في كل الدهر، في كل العمر، فما بالكم بمسلم يحافظ على الصلوات الخمس في اليوم والليلة 5 مرات ويتردد إلى المسجد ويؤديها مع الجماعة؟ هذا فضل عظيم، خير كثير. فإذا زاد على ذلك بالنوافل، وزاد على ذلك بذكر الله والتسبيح والتهليل والتكبير وتلاوة القرآن، فهي خيرات تضاف إلى خيرات. ثم إذا جاء شهر رمضان وصامه تكاملت أركان الإسلام في حقه، يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان ويحج البيت إن استطاع إليه سبيلا، تكاملت أركان الإسلام. وما زاد عن هذه الأركان فهو مكملات ومتممات وزيادة خير في عمل المسلم. فالخيرات كثيرة، ولكن المصيبة الغفلة، الغفلة عن ذكر الله والاشتغال عن ذكر الله، وكون الإنسان لا يتنبه إلا إذا جاء شهر رمضان فيجتهد في رمضان ويقبل على الطاعة، ثم إذا خرج رمضان عاد إلى الغفلة وإلى الانشغال وإلى هذا نقص عظيم. المفروض أن المسلم دائما وأبدا يكون على صلة بالله عز وجل، ليكون رمضان زيادة خير له ورفعة له، ما يقتصر على تكفير سيئاته فقط، بل يكون زيادة خير ورفعة، رفعة درجات، خيرات. فعلى المسلم أن يشكر الله عز وجل على هذه النعمة العظيمة التي تتكرر عليه في اليوم والليلة، تتكرر عليه كل أسبوع في صلاة الجمعة، تتكرر عليه كل سنة شهر رمضان في العمر، الحج والعمرة وما زاد فهو تطوع. فالمجال مفتوح للمسلم، لكن الله جل وعلا خفف علينا في الواجبات، خفف علينا في الواجبات وفتح لنا الباب في الطاعات والمستحبات لنأتي منها ما تيسر لنا. أما الفرائض فلا بد من أدائها، ولا تقبل النوافل حتى تؤدى الفرائض، لأنه لا يكون هناك ربح إلا إذا كان هناك رأس مال، ورأس المال هو الفرائض. قال الله تعالى في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض روح عبدي المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. فهذا الدليل على أن الله جل وعلا ذو فضل على العالم، ذو فضل على عباده المؤمنين، فتح لهم أبواب الخير، وكرر عليهم شهر رمضان، كرر عليهم صلاة الجمعة كل أسبوع، كرر عليهم الصلوات الخمس في اليوم والليلة، لأن هذه فرائض تقربه إلى الله سبحانه وتعالى. فلو أنه غفل عن الله ولم يتصل بالله لضاع، ولكنه إذا ارتبط بهذه الفرائض وأداها وزاد عليها ما تيسر من النوافل، ثم جاءه شهر رمضان واستغله بطاعة الله، فهذا مؤمن أراد الله به الخير. نسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم لصالح القول والعمل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. وأنهارا من خمر لذة للشاربين، بشراب نجس مذهب للعقل مفسد للدنيا والدين، ولذة النظر إلى وجه العزيز الرحيم، بالتمتع برؤية الوجه القبيح الدميم، وسماع الخطاب من الرحمن بسماع المعازف والغناء والألحان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في هذا الكلام الذي سمعناه، هذا الكلام الذي ساقه المؤلف عن ابن القيم رحمه الله، في تفاوت العاملين في هذه الدنيا، فالناس لا بد أن يعملوا في هذه الدنيا، لا أحد يبقى معطلا عن العمل،
ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فأما أهل السعادة فيعملون بعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فيعملون بعمل أهل الشقاوة. فالناس متفاوتون في سعيهم، كما قال تعالى: إن سعيكم لشتى. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. الله جل وعلا خلق الجنة والنار، وجعل للجنة أسبابا توصل إليها بالأعمال الصالحة، ووفق لها من شاء ممن أراد بهم الرحمة واختارهم لعبادته وجنته، وخلق للنار أهلا وجعل لها أسبابا توصل إليها، وهي الذنوب والمعاصي والسيئات. فالإنسان في هذه الدنيا مبتلى وممتحن، ولكن الله أعطاه ما يميز به بين الحق والباطل، وبين الهدى والضلال، وبين الضار والنافع. فمن الناس من استعمل عقله وفكره فيما ينفعه، ففعل ما ينفعه وترك ما يضر في المستقبل، نظر إلى المستقبل، لا ينظر إلى هذه الدنيا العاجلة، وإنما ينظر إلى الآخرة، فيعمل ما ينفعه فيها ويتجنب ما يضره فيها. وإن خالف ذلك شهوته في هذه الدنيا، وإن شق عليه في هذه الدنيا، لأنه يرجو العاقبة الحميدة، فيتحمل في سبيلها ما يلقاه من التعب، وما يلقاه من المشقة، وما يلقاه من حرمان النفس من هواها وشهواتها. ومن الناس من ينظر إلى العاجلة ولا ينظر إلى الآخرة: كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. من الناس من ينظر إلى العاجلة فيأخذ ما تشتهيه نفسه وما يمليه عليه هواه ورغبته، وإن كان في ذلك مضرته في الآخرة، ويترك ما فيه نجاته وما فيه سعادته في الآخرة، ويعطي نفسه ما تهوى وما تشتهي من الكسل ومن الراحة ومن الشهوات المحرمة، فيستعمل سمعه للاستماع إلى ما حرم الله من الملاهي والأغاني والمزامير وقول الزور، ويستعمل بصره في النظر إلى ما حرم الله مما لا يناله منه إلا الإثم، فيطلق بصره في المحرمات ويسعى إلى المناظر السيئة. وفي وقتنا الحاضر صارت المناظر السيئة تأتيه في بيته بواسطة وسائل الفضائيات التي تبث أمامه الخلاعة والمجون والعري والسفاهة، وذلك ابتلاء من الله جل وعلا وامتحان. فمن الناس من هذا همه دنياه، وأيضا لو سلم من هذه الأمور المحرمة فإنه يجعل شغله للدنيا وطمعها، ويجمع فيها ويتعب وينصب ويوالي ويعادي لهذه الدنيا العاجلة، وأما الآخرة فإنه منشغل عنها، فتجده طول نهاره وأطراف ليله في الأسواق يبيع ويشتري ويشتغل للدنيا، وأما الآخرة فلا يعطيها إلا نزرا يسيرا وهو على عجل، أو لا يعطيها شيئا ويصرف همه كله للدنيا ومتطلباتها. همه جمع الحطام واكتساب الآثام وفعل ما تهواه نفسه من الشهوات والمحرمات، ويقول: هذه متعة الدنيا، وهذه
لذة الدنيا ولا ينظر إلى العاقبة ولا ينظر إلى ما يترك من لذة الآخرة، بل يستعجل شهوته ولذته في هذه الدنيا ولو كانت من حرام ولو كانت مما يغضب الله جل وعلا. هذه أفعال الناس منقسمون إلى قسمين: من يعمل بعمل أهل السعادة وأهل الجنة، ومن يعمل بعمل أهل النار وأهل الشقاوة. وهؤلاء هم أكثر الخلق، هؤلاء هم أكثر الخلق، وهم الرعاع، وهم أشباه البهائم، بل هم أحط من البهائم. تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إنهم إلا كالأنعام، بل هم أضل سبيلا. لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. فقلوبهم لا يفقهون بها ما ينفعهم، وإنما يفقهون بها عاجل لذاتهم ومشتهياتهم، وأعينهم لا يبصرون بها ما ينفعهم ويتدبرون ويتأملون في مخلوقات الله وآيات الله، يخشون الله ويعظمون الله جل وعلا من خلال النظر فيما خلق وأجرى سبحانه وتعالى من العبر، وإنما ينظرون إلى العورات وينظرون إلى العري والإباحية والمناظر المحرمة. لهم أعين لا يبصرون بها، هم يبصرون مثل ما تبصر الحيوانات، ويسمعون مثل ما تسمع الحيوانات، لكن لا يسمعون ما ينفعهم ولا يبصرون ما ينفعهم، وإنما يسخرون أسماعهم وأبصارهم لما يضرهم، مما يظنون أن فيه لذة حاجلة وأن فيه متعة دنيوية، وينسون الآخرة. الله جل وعلا يبتلي خلقه بالخير والشر، ويبتليهم بالنعم والنقم، ويجري في هذه الدنيا من أنواع الابتلاء والامتحان الشيء الذي لا يعلمه ولا يحصيه إلا الله سبحانه وتعالى. والنتائج أنه قل من يعتبر ويتعظ ويعمل لآخرته، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. وأما الأكثر فكما قال الله تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا الظن. فهم دائما مع شهواتهم ورغباتهم وأهوائهم التي تعود بالضرر عليهم، فهم لا يفكرون في العواقب، ولا ينظرون في مصيرهم، ولا ينظرون في عاقبتهم، ولا يستحضرون انتقالهم من هذه الدنيا إلى الآخرة، الذي لا يدرون في أي ساعة وفي أي لحظة، لا يدرون متى ينتقلون، فلا يفكرون في خلاص أنفسهم قبل فوات الأوان، ولا يتوبون من سيئاتهم، وإنما يكثرون من السيئات ويتسابقون إليها. فكم من فرق بين الفريقين لمن أنعم النظر وتدبر. فالإنسان ينظر نفسه مع أي الفريقين هو، أنت لابد أنك إما مع الفريق الناجي السعيد أو مع الفريق الهالك الشقي، ما في قسم ثالث، بل الناس فريق في الجنة وفريق في السعير. أنت مع أي الفريقين؟ فكر لنفسك واعتبر لنفسك. والله جل وعلا بيّن في القرآن، بيّن صفات أهل الجنة وصفات أهل النار، وبيّن أعمال أهل الجنة وأعمال أهل النار، وبيّن كل ما يهديك إلى الخير ويحذرك من الشر. كل هذا بيّنه الله جل وعلا في القرآن، وبيّنه الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة. والعبر التي تجري وتقع في الناس كذلك تبين عواقب الأمور، الدول والمجتمعات والأفراد كيف تتغير وكيف تتحول، وكيف يجري الله عليها من صنوف الابتلاء والامتحان. وأنت تسمع بهذا وتبصر
ولكن أين المعتبر المتفكر المتدبر الذي له عقل ينفعه وسمع ينفعه وبصر ينفعه؟ نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإخواننا المسلمين لكل ما فيه خيرنا وصلاحنا في العاجل والآجل، وأن يجنبنا ما يضرنا في العاجل والآجل، وأن يأخذ بنواصينا إلى الخير وإلى الهدى، وأن يجنبنا طريق الضلال. نحن في كل سورة من في كل ركعة من صلاتنا فريضة أو نافلة ندعو بهذا الدعاء في آخر الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لكن هل عرفنا من هم المنعم عليهم؟ هل عرفنا من هم المغضوب عليهم؟ هل عرفنا من هم الضالون؟ أكثرنا يردد هذه الآيات ولا يفكر، ولا يفكر إلا ألفاظ وحروف تجري على لسانه من غير تفكير ومن غير عمل إلا من رحم الله عز وجل. نسأل الله الهداية والتوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى في بيان فضل شهر رمضان: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. ذكر الله سبحانه وتعالى لهذا الشهر في هذه الآية الكريمة ميزتين عظيمتين. الميزة الأولى أنه أنزل فيه القرآن، كما قال سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. وليلة القدر والليلة المباركة هي في رمضان بلا شك، فهي إحدى لياليه. فالقرآن أنزل في رمضان وفي ليلة القدر، ومعنى إنزال القرآن في رمضان على الصحيح أن الله ابتدأ إنزاله في هذا الشهر. أول ما بدأ إنزال القرآن في شهر رمضان، ثم تتابع بعد ذلك بحسب الوقائع والحوادث إلى أن تكامل نزوله عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان ينزل منجما يعني مفرقا بحسب الوقائع. يبين الله جل وعلا في كل واقعة حكمها وما يشرع فيها، كما قال تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، وقال تعالى: ورتلناه ترتيلا، يعني أن الله جل وعلا أنزله مترسلا في إنزاله شيئا فشيئا، وذلك أسهل على العباد. ولما اقترح المشركون واعترضوا وقالوا: لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، قال الله تعالى: كذلك أي نزلناه مفرقا لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فهذا إنزال القرآن، ابتدأ في شهر رمضان، وهذه ميزة عظيمة لهذا الشهر أن الله خصه في ابتداء إنزال القرآن فيه. ولذلك يكون لتلاوة القرآن في شهر رمضان خاصية على غيره. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتلو القرآن
في شهر رمضان زيادة على غيره ويعرضه على جبريل عليه السلام كل ليلة يقرأ ويعرض على جبريل، فكان في نهاية الشهر قد عرض عليه ما أنزل من القرآن كله. وفي السنة الأخيرة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم كان القرآن قد تكامل، فعرضه على جبريل مرتين في شهر رمضان، وكان جبريل عليه الصلاة والسلام ينزل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ليلة من ليالي رمضان يدارسه القرآن، فهذا يدل على فضل التلاوة في هذا الشهر، فينبغي للمسلم أن يكثر من تلاوة القرآن في شهر رمضان ولا ينقطع عنه في بقية الشهور، لأن الله خص هذا الشهر بإنزال القرآن فيه، فكان للتلاوة فيه مزيد فضل وأجر. والميزة الثانية أن الله أوجب صيام هذا الشهر على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فقال: فمن شهد منكم الشهر، يعني من حضر دخول الشهر أو حضر بعضه فليصمه، أما من كان مريضا لا يستطيع الصيام فإنه يفطر ويقضي من أيام أخر عدد الأيام التي أفطرها منه. وكذلك من كان مسافرا سفرا تقصر فيه الصلاة فإنه يفطر في رمضان ويقضي من أيام أخر عدد الأيام التي أفطرها، فدل على عظم هذا الشهر أن الله فرض صيامه على أمة الإسلام وجعل صيامه ركنا من أركان الإسلام، فهو الركن الرابع من أركان الإسلام، لا يجوز للمسلم أن يتهاون في هذا الصيام، بل يجب عليه أن يصوم إذا كان حاضرا صحيحا، ولو أفطر يوما من غير عذر فقد عصى الله ورسوله واستحق العقوبة الرادعة، ويجب عليه التوبة وقضاء هذا اليوم الذي أفطر فيه. وإن كان لا يرى وجوب صيام رمضان فإنه مرتد عن دين الإسلام يستتاب، فإن تاب وإلا فإنه يقتل مرتدا. ومن فضائل هذا الشهر أن النبي صلى الله عليه وسلم سن لأمته قيام ليل، وذلك بصلاة التراويح جماعة مع الإمام في المسجد، وإن تزود بقيام من آخر الليل فهو خير إلى خير، وإن اقتصر على قيامه مع الإمام حتى ينصرف كتب له أجر قيام ليلة كاملة، كما قال صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، ومن قام جميع ليالي رمضان من أوله إلى آخره صلاة التراويح والتهجد في آخر الليل خصوصا في العشر الأواخر، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن خصائص هذا الشهر أن الله جل وعلا جعل فيه ليلة واحدة خيرا من ألف شهر، وهي ليلة القدر، وقد أخفاها الله في هذا الشهر من أجل أن يجتهد المسلمون في كل ليالي رمضان ليحوزوا على قيام رمضان وقيام ليلة القدر، فمن قام جميع الليالي فلا بد أنه أدرك ليلة القدر، فيكتب له قيام ليلة القدر خيرا من ألف شهر، ويكتب له قيام رمضان
كله، خير إلى خير وفضل إلى فضل. وأما من لم يقم كل الليالي وإنما قام بعضها فلا يضمن أنه أدرك ليلة القدر، فربما تكون ليلة القدر في الليلة أو الليالي التي ترك قيامها. ومن ثم يتأكد على المسلم ألا يترك ليلة من ليالي رمضان من القيام فيها مع المسلمين حتى يحوز على هذا الأجر وعلى هذا الثواب. وفضل الله واسع، ولكن العبد هو الذي يضيع نفسه ويضيع حياته ويذهب مع الحطام الفاني ومع الدنيا الزائلة، وينشغل عن ما فيه صلاحه وخيره وحسن عاقبته وما يقدمه لآخرته، ينشغل عن ذلك بما لا يفيده أو بما يضره. وهذا هو الخسران المبين، أن الإنسان يعيش في هذه الدنيا ويخرج منها بغير عمل صالح، أو يخرج منها بسيئات كثيرة قد ترجح بحسناته وأعماله الصالحة فيكون من الخاسرين. فعلى المسلم أن يغتنم حياته وأن يبادر أوقاته قبل فوات الأوان، قبل أن يقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، فيقال له هيهات قد فات الأوان وختم العمل على ما فيه. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فختام أعمال الإنسان يكون بموته، وربما يكون موته قريبا لا يدري في أي ساعة، فليكن على أتم الاستعداد للقاء الله سبحانه وتعالى، وليحاسب نفسه ولينظر ما قدم لغده ما دام على زمن الإمكان، وما دام يستطيع التوبة والاستغفار. فإن كان محسنا فليتزود من الإحسان، وإن كان مسيئا فليتب إلى الله عز وجل، فإن الله يغفر الذنوب جميعا لمن تاب. نسأل الله أن يوفق الجميع لصالح القول والعمل، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الصيام له فضائل عظيمة من بين سائر الأعمال، فأعظم هذه الفضائل أن الله سبحانه وتعالى اختصه لنفسه من بين سائر الأعمال، فقال الصوم لي وأنا أجزي به. ولماذا كان الصوم لله مع أن جميع الأعمال الصالحة لله ولا تقبل إلا إذا كانت خالصة لله عز وجل؟ يبين هذا ويجاب عن هذا السؤال بما في الحديث: إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. هذا هو السبب، أن الصائم ترك شهواته التي تميل إليها نفسه والتي قد يكون محتاجا إليها أشد الحاجة، قد يكون محتاجا إلى الطعام لأنه جائع والطعام عنده، وقد يكون الطعام من أنفس الطعام وأطيب الطعام وهو جائع ولا يمد يده إليه، ولو كان ما يراه إلا الله سبحانه وتعالى، لا يراه أحد من الخلق، ولو ضرب على أن يأكل ما أكل خوفا من الله سبحانه وتعالى، في حين أنه لا يراه أحد وهو جائع والطعام عنده، ولو شاء لأكل والناس ما يدرون، لكنه تركه لله عز وجل،
تقربا إلى الله. لما قال الله له لا تأكل لم تمتد يده إلى الأكل، وقد يكون عطشان والماء البارد العذب عنده في متناول يده وهو عطشان شديد العطش، ولا يمد يده إلى الماء وليس عنده أحد، ولو شاء لشرب وتضلع وقال أنا صائم، الناس ما يدرون عنه، لكنه تركه خوفا من الله وطاعة لله، لأن الله قال له لا تشرب فلم يشرب. قد يكون عنده زوجة يميل إليها ويشتهيها، فلو أنه استمتع بها الناس لا يعلمون، لأنه هو وزوجته في داخل المنزل، فيمكن أن يستمتع بها ويخرج على الناس ويقول أنا صائم، ولكنه ترك ذلك خوفا من الله عز وجل، لأن الله قال له اترك شهوتك، فتركها لله عز وجل. فهذا معنى قوله سبحانه الصوم لي وأنا أجزي به، إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي لا من أجل الناس. الصيام لا يدخله رياء أبدا، لأن الصيام نية في القلب، ولو أن الإنسان أكل وشرب وتناول كل ما يشتهي أمكنه أن يقول للناس أنا صائم، الناس ما يدرون عن هذا ويصدقونه على أنه صائم، لأن هذا شيء بينه وبين الله سبحانه وتعالى. فالصيام سر بين العبد وبين ربه، لا يطلع عليه إلا الله جل وعلا، فلا يدخله الرياء. ومن فضائل الصيام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. أما الفرحة التي عند فطره فهو كان في أشد الجوع وأشد العطش، فأباح الله له الأكل والشرب عند غروب الشمس فيفرح بذلك فرحا شديدا، لأنه رخص له في تناول ما يشتهيه ويحتاج إليه، فهو يفرح بهذا بطبيعة نفسه، وأيضا يفرح بأنه صام هذا اليوم وكمله، وهذا عمل صالح، فيفرح بصيامه وتكميله لليوم ويرجو ثواب ربه عز وجل، ويفرح بطعامه وشرابه الذي كان ممنوعا منه في النهار ثم أبيح له في الليل، فيفرح بذلك بلا شك. والفرحة الثانية عند لقاء ربه، عندما يلقى الله سبحانه وتعالى بصيامه، فإن الله يتولى جزاءه جزاء لا ينحصر تحت أضعاف، الأعمال تضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة إلا الصيام، فإنه لا ينحصر جزاؤه بأضعاف، ولكن جزاؤه لا يعلمه إلا الله جل وعلا، لأن الصيام من الصبر، والله جل وعلا يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فهو يفرح إذا قيل له يوم القيامة كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، إذا أعطي ثمار الجنة وشراب الجنة ونعيم الجنة وقيل له هذا جزاء صيامك في الدنيا بما أسلفت في الأيام الخالية من تركك الطعام والشراب والشهوة طاعة لله عز وجل، الله الآن جازاك بهذا النعيم وهذا الثواب العظيم وهذه الجنة العالية بما فيها مما لا يعلمه إلا الله جزاء على صيامك في الدنيا، فيفرح بذلك فرحا شديدا، ترك شهوة عاجلة وأعطاه الله نعمة دائمة ونعيما لا ينفد، أي فرح أعظم من هذا الفرح؟ يفرح إذا قيل له ادخل الجنة من باب الريان،
حينما ينادي المنادي أين الصائمون، فيقومون فيدخلون من باب من أبواب الجنة يقال له الريان، مخصص للصائمين لا يدخل منه غيرهم، فيفرح بذلك فرحا شديدا إذا نادى عليه المنادي من باب الريان: أيها الصائمون ادخلوا الجنة، فيدخلونها من هذا الباب لا يدخل غيرهم، تشريفا لهم وتمييزا لهم أمام الخلق يوم القيامة، فيفرح بذلك فرحا شديدا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ومن فضائل الصيام أن آثاره التي تخرج من فم الصائم عند فراغ معدته من الطعام يخرج منه أبخرة فيها رائحة كريهة في مشام الناس، لكن لما كانت ناشئة عن طاعة الله صارت أطيب عند الله من ريح المسك، فنفس الصائم عند الله أطيب من ريح المسك. لماذا؟ لأنه نفس نشأ عن طاعة الله سبحانه وتعالى، فهذا يدل على فضل الصيام ومحبة الله له ولأهله، ويدل على أن الصيام يتميز عن غيره من الأعمال بفضائل كثيرة، ولذلك أوجبه الله على عباده في هذا الشهر المبارك، أوجب عليهم صيامه: كتب عليكم الصيام فمن شهد منكم الشهر فليصم، وجعله ركنا من أركان الإسلام، وما زاد عن هذا الشهر فإنه تطوع زيادة خير، فيصوم الإنسان تطوعا غير شهر رمضان، المجال مفتوح له وأمامه، ولكن الموفق من وفقه الله، وإنما الخوف على الغافل المعرض الذي لا يتنبه لنفسه في هذه الدنيا، وإنما هو مشغول بشهواته وغفلاته حتى يفجعه الموت وهو مفلس. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.